انا عاوز ابدا معاك بدايه المشوار، هل ابدا منين؟ ابدا من العباسيه ولا ابدا من ناشئين النادي الاهلي؟ انت من مواليد 56، مواليد العباسيه. العباسيه دي اللي انا قلت يعني جابت عمالقه في كره القدم، الكابتن محمد الجندي رحمه الله عليه، كابتن عبد الكريم صقر اللي بعض الاجيال الجديده ما تعرفهاش، لان دول كانوا علامه بارزه في كره القدم المصريه والعالميه، وكان نجم محمد صلاح، وكان في نجوم تانيه عندكم من العباسيه كتير اظن. كان في نجوم كتيره جدا يا كابتن، لكن عايز اقول لك طبعا يعني نجمين الكبار اللي انت ذكرتهم عبد الكريم صقر وكابتن محمد جندي، دول علامه كبيره جدا يا كابتن مصطفى في تاريخ الكره المصريه. اكيد. والعربيه والافريقيه كمان يعني. طيب انت عارف الكابتن جندي كان المفروض يحترف في انجلترا، ملكه انجلترا ساعتها عرضت عليه ما رضاش. وكان غاوي فقر بقى نعمله ايه؟ ما انا مش عارف ابدا معاك، هل الاسره عندك كانت بتسمح لك انك تروح تنزل تلعب كوره مع اصحابك في الشارع او في الساحه او في مراكز الشباب؟ بص يا كابتن مصطفى، الاسره زمان كانت تقول لك ان الكوره دي هتبوظ العيال، واخد بالك؟ المهم يبقى قابلني لو فلحت. بالظبط كده. دي يعني الكلمه دي الشهيره اللي كله اثرنا بتقولها، ويمكن الوالده بالذات. ايوه الله يرحمه ويحسن اليه. فانت كنت ما بتصدق انك انت تزوغ، واخد بالك، وتنزل الشارع. نزولك الشارع يا كابتن مصطفى خلاص بلا عوده، مش هتطلع تاني. كرة الشراب، الكره المشهوره اللي احنا كنا لعبت كره شراب في الشارع. طبعا طبعا. ما لعبش الكره الكاوتش الصغيره؟ لا لا. طيب. كره الشراب اللي كانت هي بالنسبه لنا الكره الشراب، كنت تلعب في الساحه ولا في الحاره ولا في الشارع؟ الشارع بقى مصطفى، في اربع ملاعب، شارع كبير يعني. ملاعب العباسيه كانت ما شاء الله ما كانش فيه وقتها يعني عربيات، عارف عربيات كانت قليله قوي، واحد او اثنين. كان في ساحات ساعات كده بتاعت عربيات. أيوة. كانوا بينفضوها عشان الناس تيجي تتفرج على الكوره. يعني اسمع لي، والعباسيه كانت مشهوره جدا، مشهوره يعني. انا اقول لك الحي بتاعي كان اسم الويلي، ده قبل ما يبقى اسم الويلي اسم الشرطه ده. كانت فيلا كبيره قوي، واخد بالك يا كابتن مصطفى، وتهدت. فاضطرينا نحمل نعمل ايه بقى؟ قعدنا بقى نكنس المكان الواسع ده، ننظفه المكان ده كله، ونخططه ونعمل عرضات. خلقتوا ملاعب بقى. بالظبط، خلقنا ملاعب بشكل كبير، والمكان ده حوالين حي السكن، تلاقي البلكونات يا كابتن مصطفى كله بيتفرج، الجمهور بيتفرج في الحر، ينزل لك ميه ساقعه، واخد بالك، للعيبه يعني. يعني كان في جو. انت بتلعب في الاستاد بقى بالنسبه لكره الشراب. طيب كابتن ماهر، يمكن لما بنيجي نتكلم على بدايه كل لعيب، في بعض اللاعبين بتلعب في ساحات او في مراكز الشباب او في دورات رمضانيه. دورات رمضانيه دي كمان ياما طلع منها نجوم كتيره جدا بالصدفه. انت بدات فين؟ انا بدات في الشارع يا كابتن. في الشارع. بدات في الشارع. كان سنك كام سنه؟ يعني من بدايه مثلا وانت 10 سنين وانت طالع، كنت بتنزل الشارع وتلعب كوره في جميع المراحل. لعبت في الشارع من سنه كام لكام سنه مثلا؟ يعني لعبت في الشارع مثلا حوالي، يمكن قبل ما اروح النادي الاهلي، حوالي 3 4 سنين. مرمطت في الشارع. مرمطت يا كابتن مصطفى، وعايز اقول لك ان كمان اللي الناس ما تعرفوش ان انا كنت بقف حارس مرمى. لما دي السنه للناس الكبار يعني. حماده ده كنت بتحب الكوره، عاوز تلعب. طبعا طبعا. طيب لما الاسره عرفت انك بدات تنزل وتلعب كوره شراب وبتاع وحاجات زي كده، وبدا الناس تقول ايه ده، في لعيب هنا صغير. انت قلت لي ليك اخين. حماده ومجدي. انت كنت بتقول لي انت كنت بتلعب لهم حارس مرمى. حارس مرمى بالظبط. طب ايه اللي جابك من حارس المرمى لباك رايت لستوبر؟ بص يا كابتن مصطفى، زي ما بقول لك، انا لما بدات حارس مرمى للعيبه الكبار دول، حماده ده كان من اشهر اللعيبه اللي موجودين كره الشرف في العباسيه. بيلعب كوره ما لعبش في انديه كبيره؟ لا ما لعبش. ليه؟ ومجدي ده ما كملوش ليه؟ يعني كان وقتها حته انك انت تروح الاختبارات، واخد بالك، واختبارات الاهلي والزمالك يعني. هو كانوا هم الابضيات بتاعه الحي. المعلمين بتوع الحي. فطبعا كره الشراب، هات يا جدع فرقه كذا، وده معانا الكلام ده. بالظبط. فانا كنت بوقف لهم جول. توقف جول؟ ايه اللي خلاك دخلت وقفت جول؟ يعني حاجه غريبه، انا كنت صغير وقتها وفرحان بقى. وفرحان، وهم قالوا لي ايه يعني، تعالى اقف جول، واخد بالك. سد خانه كده. سد خانه يعني. فوقفت جول يا كابتن مصطفى، عايز اقول لك ان كنت بطير وبخش على الاسفلت. على الاسفلت، واخد بالك. وكان في يا اخي. سبحان الله يعني. بعد كده عرفت ان حته حراسه المرمى دي ادتني جراه، وادتني ثقه، وادتني قلب جامد، واخد بالك، في المرحله اللي بعد كده لما رحت النادي الاهلي. طيب يعني. لما لعبت جول وانت في العباسيه كره الشراب، بعد كده لعبت قلت لي باك رايت.
فين لعبت باك رايت فين؟ بعد كده الكابتن بقى الكبار بقى جابر دوت واخد بالك، كان يعرف الكابتن متولي. الكابتن متولي ده كان كشاف، ده هو كشاف العباسيه، كشاف العباسية معروف. كان هو وعم هو سعيد، وعم سعيد وعم شاكر ومش عارف ايه بالظبط كده، وعم جمعه وعم جمعه ومحمد مكملن دول طيب المجموعه. انت دلوقتي لما انت شغلي كشافين طيب لما مين اللي شافك وانت بتلعب الكوره الشراب ديت وقال لك انا لازم اخد اللعيب ده والف بيه انديه مصر؟ هو جابر ده بقى اللي هو كابتن الكبار، كابتن حماده ده كابتن اخويا، كان اصحاب اخوك. وهو كان صاحب الكابتن متولي، يعني صاحب الكابتن متولي كمان، ليه علاقه بيه كويس. كابتن متولي الكبير بتاعهم بقى. طبعا اللي هو بقى مسيطر على الانديه وبتاع. فخدني بالليل كده بعد صلاه العشاء، راح واخدني من ايدي وراح، ورحنا ميدان العباسيه. الميدان ده بقى كابتن مصطفى كان في قهوه مشهوره موجوده في وسط الميدان، عليها الرياضيين كلهم بالظبط كده، والفنانين وبتاع. ايوه، وكابتن جد وكابتن عبد الكريم صقر اكيد، والحكام انت كنت قريب من القهوه دي؟ انا كنت قريب من القهوه دي. طيب حلو، بيني وبينهم محطه كده. طيب كويس. فهو خدني ورحنا اتعرفنا على الكابتن متولي وقال له، قال له يا متولي انا عايزك تشوف ماهر. ده جابر اللي خدك لمتولي. كنت انت بتلعب جول كيبر ولا كنت بتلعب ايه؟ لا كنت يعني بلعب بقى، بدات اترقيت شويه بقيت تلعب باك. بالظبط كده، او الديفنس بمعنى صح. بالظبط. فطبعا بالصدفه كده قال له، قال له يا جابر ده احنا رايحين نلعب الاهلي بكره. الكابتن متولي مين هم اللي رايحين يلعبوا الاهلي؟ اللي هو اللي هو اللي هو منتخب العباسيه مثلا. الكابتن متولي واخد بالك عامل مجموعه من اللعيبه، مكون فرقه، مكون فرقه بيتمرنوا ورا الاستاد في الملاعب الفرعيه. وكل لعيب بيدفع 25 قرش كل شهر. دفعت 25 قرش؟ لا انا بقى محظوظ يعني، حظي كويس. انت كان مصروفك كام؟ يعني كان قرش ساخ في اليوم. طب ده كويس قوي. دلوقتي يعني 10 جنيه. يعني عايز استلف عشان ادي الكابتن متولي 25 قرش. طيب خدك ازاي وانت ما دفعتش 25 جنيه؟ الصدفه بقى كانت التوفيق يا كابتن مصطفى. سبحان الله. سبحان الله. فطبعا رحنا قابلناه فقال له جابر ده انا بكره عندي لفه، هبدا بالاهلي، ثاني يوم هبدا بالاسماعيلي، الاسماعيلي كان في الجزيره ورانا. مركز شباب الجزيره. وبعدين هبدا ثالث يوم الزمالك، وبعدين رابع يوم الترسانه. فخدك بقى محطات بالظبط، قال لك بقى هو وبخته. نبدا بمحطه الاهلي. طيب لو كان بدا بيك قبل كده في الاسماعيلي او في او في الترسانه او في الزمالك او في اي نادي اخر، كنت وجات لك الفرصه كنت هتلعب لاي نادي من الانديه دي؟ بص يا كابتن مصطفى، احنا وقتها ما كناش عارفين الدنيا رايحه فين وجاي منين. انت عاوز تلعب كوره وخلاص. العب وخلاص. انا زي ما بلعب في الشارع واخد بالك، عايز العب يعني. طبعا يا حظك يا هناك. نعم. اللي فرقه من المؤسسات الكبيره دي يختارك. نعم. يعني كانت الامور ما فيهاش تخطيط زمان، وانت عارف ان احنا كنا يعني ماشيين كده. طيب خدك في اول محطه ليه كانت في النادي الاهلي. بالظبط. رحت النادي الاهلي. ايه اللي انت اول ما دخلت النادي الاهلي ايه اللي حصل لك؟ طبعا يا كابتن يعني انت حلم يعني، انت بتسمع وبتشوف في التلفزيون النادي الاهلي واللعيبه الكبار والنجوم دول. فالنهارده انت في عقر دار المؤسسه الكبيره دي، في عقر دار هؤلاء اللاعبين. مين النجوم اللي انت كنت بتسمع عنهم في الفتره دي؟ في الفتره دي في النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول لك ان احنا كان البيت حماده الكبير ده كان ترسناوي. ترسناوي؟ بيحب الشاذ مصطفى رياض. يعني معظم الراجل بيفهم كوره كويس قوي. ومعظم صورنا في عالم الرياضه داخل البيت كانت مبنيه على صوره الكابتن مصطفى رياض والشاذلي. ما شاء الله. الله يرحمه. وبعدين مجدي اهلاوي. بيعشق الاهلي. صور مين؟ وقتها بقى طبعا كان الفتره دي الاهلي كان واخد كاس مصر، اسامه يوسف. اسامه يوسف الله يرحمه. انور سلامه. واخد بالك؟ ده في بدايات بقى ده السبعينات. بالظبط في بدايات اوائل السبعينات. بالظبط. كنا احنا لسه يعني لكن الصوره اللي كانت واخده انتباهنا بشكل كبير كابتن مصطفى رياض الشاذلي. كابتن مصطفى رياض الشاذلي. ده هو فعلا ده يعني اخوك ده. انا بحييه. لاني فعلا ذويق كوره. ذويق بمعنى الكلمه يعني. طيب دخلت النادي الاهلي. ايه اول يوم دخلت في النادي الاهلي وانت رايح تلعب فرقه الناشئين؟ ايه اللي انت فكرت فيه؟ انا قبل اليوم ده بقى كابتن مصطفى، سبحان الله يعني، واحنا بنلاعب النادي الاهلي تحت 14 سنه. خد بالك كابتن مصطفى وقتها مواليد شهر 9 وشهر 10 بيبقى ليهم سنتين مع يلعبوا مع فرقه. بالظبط. يعني 14 تبقى سنتين. انا كنت 13 سنه لما رحت النادي. 13 سنه. فكنت ما بلعبش. كنت في سنه كام تقريبا؟ انا كنت في اولى اعدادي. اولى اعدادي.
13 بتزوغ من المدرسه ولا على طول بقى يعني على طول موضوع عاوز تشبط انت ما صدقت بقى فاليوم ده يوم غير عادي انا طبعا الكابتن متولي الفرقه اللي هتنزل تلعب الاهلي انا ما اعرفهمش اول مره يعني فيهم واحد او اتنين واخد بالك انت بتتشبع عليهم من يعني قريبين قريبين من الشارع اللي جنبي يعني كمان كويس بس سبحان الله يا كابتن مصطفى انا اليوم ده احنا لابسين ابيض واخد بالك شورتات بيضه وشربات بيضه انا ملايكة لابس يعني انا لابس فانيلا بيضه وشورت اسود يعني الشورت اللي كان معايا يعني ولعبت باك رايت قال لي انت بتلعب ايه كابتن متولي ما هو برضك ما يعرفنيش سبحان الله ما قلتلوش جول كيبر لا ما قلتلوش جول كيبر عديت المرحله دي انت عارف ان جول كيبر كان ممكن جسمك يساعدك كويس قوي بالظبط الطول برافو عليك كابتن مصطفى خد بالك الطول بقى بيفرق كتير جدا لان انا كنت اطول واحد في لعبة النادي الاهلي بقى لفت النظر بالظبط تحت 13 سنه كنت اطول واحد فلما لعبت باك رايت بعد لعبت الماتش ده بدات باك رايت ايه اللي حصل بقى في اثناء الماتش اثناء الماتش انا طبعا يعني بستغرب عاوز تعمل كل حاجه بستغرب على اللي حواليا قطه ده سردباك عمال يوديها قطه مصطفى اسمه قطه كابتن الفرقه وانا معجب بيه قوي يعني كل الفاولات بيلعبها هو ضربه البدايه يلعبها هو صاحب الكوره وبعدين يا كابتن مصطفى ما شاء الله عضلات قويه ويروح عاملها كده تروح رايحه هناك بس سنه اكبر من كان منكم بقى برافو عليك واضح ان المجموعه كلها اللي معايا اطفال كانت اكبر مني سنا اكبر مني بقى سنة. اي فرقه عاوز يروح يعمل ماتش تيست كده في النادي الاهلي فكابتن مصطفى حسين بذكاء لما متولي انا عايز الواد الباك رايت ده طبعا كابتن متولي بعد ما خلصنا الشوط الاولاني ده اهلي قال لي روح على الترابيزه كابتن مصطفى كان بيقعد على ترابيزه والشمسيه المعتاده دي ولابس ابيض في ابيض الله يرحمه فلما رحت له على الترابيزه سبحان الله كابتن مصطفى الله يرحمه قال لي انت اسمك ايه؟ فقلت له ماهر مصطفى همام قال لي تاريخ ميلادك كام؟ قلت له 3/10/56 قال لي لو انت تاريخ ميلادك مظبوط كده بكره تجيب لي شهاده الميلاد او مستخرج رسمي انا كان في عيال صغيره زمان لما يروحوا الانديه ضاربين شهادات بالظبط فطبعا سبحان الله يعني برضك التوفيق يا كابتن مصطفى طبعا ان انا ما لعبتش غير شوط واحد طيب يعني لما الكابتن مصطفى حسين انت رحت له ثاني يوم معاك شهاده الميلاد وكان معاك اخواتك ولا لوحدك؟ لا لوحدي مع متولي طبعا ده خلاص متولي خلاص متولي بقى خد مرحله وعدت بعد المباراه الكابتن متولي الكابتن مصطفى دخل الاوضه جاب له طقم فانيلات واخد بالك وكورتين طقم فانيلات عشان خدك عشان خدني يعني السناره غمزت معاك بالظبط وقال له يا متولي يعني لو هتجيب لي حد تاني واخد بالك مميز اتاري ان كابتن متولي ده هو الكشاف للنادي الاهلي في المراحل دي حلقه الوصل بتاع حلقه الوصل ودي المكافاه اللي بياخدها طيب انت رحت له تاني يوم ومعاك شهاده الميلاد وكان معاك صور ولا ما كانش معاك صور ساعتها خدت المستخرج لشهاده الميلاد ده ورحت له على النادي قال لك ايه بقى ساعتها بص كده عليه وقال لي طيب خلاص اوكي تحت 13 سنه كان الكابتن ممدوح خفاجه قال لي شايف الاوضه اللي هناك دي في كابتن ممدوح خفاجه روح عرفه بنفسك قول له كابتن مصطفى حسين بعتني ليك وهو هيضمك للفرقه يعني لما الاسره والاهل في البيت عرفوا انك رحت النادي الاهلي او اخواتك بمعنى صح اخواتك طبعا عرفوا قبل البيت عملوا ايه؟ الاثنين طبعا الكبار فرحوا جدا ما صدقوش يعني يعني انك انت جول كيبر للعيب في النادي الاهلي يعني واحنا اللي عاملين نفحت السنين دي كلها فهم برضك عشان موجودين في الكاريره كابتن مصطفى عارفين فقال لك يعني ده لسه مراحل لسه في البدايه لسه في اختبارات ما تخضوش يعني لا لا الامور كانت عاديه يعني ابويا ما عرفش وامي ما عرفتش يعني انت عارف في الفتره دي الاهتمامات بالكوره ما كانتش قوي يعني كان يقول لك المقوله بتاعتنا ديت يبقى قابلني لو فلحت لو فلحت الله يرحمهم كان كلامهم سبحان حكم سبحان الله كان كلامهم حكم طيب بعد ما رحت تاني يوم للكابتن مصطفى حسين وقال لك روح للكابتن ممدوح خفاجه رحمه الله عليه ودخلت مين انت تفتكر كده حد من النجوم اللي كانت بتلعب معاك في الناشئين وكمل معاك للاخر اكرامي اكرامي كان واحمد اكرامي لان اكرامي لعب صغير قوي واحمد عوض لو فاكره الاصغر طبعا الاصغر الطويل ده برده كان مساك في نص الملعب ويعني كان هم دول اكتر اتنين استمروا معانا
في خلال الفتره اللي انا كنت موجود فيها كابتن مصطفى، هم كانوا اكبر مني بسنه. اكبر منك بسنه. انما انت كنت اصغر منهم بسنه. طيب انت امتى طلع لك الكارنيه بتاع النادي الاهلي؟ في نفس السنه يا كابتن مصطفى. نفس يعني السنه. في نفس السنه حصل اختبارات بقى طبعا. بعد كل تمرين كان يحصل نوع من التقسيمات. وكابتن مصطفى وكابتن ممدوح فجاه يمشوا ناس. تصفيه بقى. تصفيه. وفي نفس الوقت بيوظفوا اللعيبه كل واحد في مكانه. بالظبط. ده كل ده اللي حصل كان قدامنا قدام لعيبه كتيره قوي. واول تقسيمه يا كابتن مصطفى انا فاكر الكابتن مصطفى حسين نادح لكابتن ممدوح خفاجه وقال له حط ماهر ده مساك دخله جوه. في سيرد باك. عشان طولك. بالظبط. الطول ده كابتن مصطفى زي ما انت ذكرت انا لقيت نفسي انا اطول واحد في اللعيبه اللي موجودين تحت 13 سنه. يعني معظمهم اقصر مني عند كتفي كده اقل شويه. انا كنت اطول واحد. بس كان عندك نفس القوه دي ولا اشتغلت على نفسك بعد كده؟ لا ده كابتن بقى لعب الشوارع ده لعب عشوائي. انت وانت في النادي الاهلي بدات تلعب وانت قلت لي كان معاك كابتن اكرامي ومعاك احمد عوض. انت اول مباراه لعبتها مع الناشئين كانت مباراه ايه؟ فاكر؟ بص يا كابتن مصطفى انا في 13 سنه ما كنتش بلعب كنت بقى باحتياطي لان كان في سردباكين انا فاكرهم لحد دلوقتي يعني مين هم؟ لو كملوا يحيى ويحيى يحيى امين ويحيى بدر. بص انا حافظهم حتى كان بيلعبوا في النادي الاهلي. يحيى بدر. يحيى بدر ده لعب لا يحيى امين والتاني كان برضك يحيى بس مش فاكر مش يحيى بدر اللي هو كان بيلعب معانا في تحت كابتن 21 سنه. ايوه لا ده ناس تاني. الاثنين دول يا كابتن مصطفى كانوا سردباكين حاجه جميله. واحد مساك اسمر طويل والتاني كان ليبرو سريع وخفيف في النادي الاهلي. ما كملوش ليه بقى يا كابتن؟ هم فضلوا بعد كده كملوا لحد 16 سنه. 17 سنه كان ثانويه عامه. طبعا. نجحوا الاثنين بامتياز. كانوا متفوقين جدا. جابوا مجاميع يا كابتن مصطفى تسعينات في المية ما شاء الله. واحد دخل طب واحد دخل هندسه. بس احنا عامه احنا كلنا انا في الثانويه العامه انا جايب مجموع كبير. وانا اللي اخترت الكليه اللي انا عاوز اروحها. انما بقول ان الكوره او الرياضه ما تعاقكش عن الدراسه. بس انا فوجئت يا كابتن مصطفى سبحان الله مره واحده راحوا قاطعين. قطعوا. ما سالتش انت على ليهم ولا اي حاجه؟ لا ما كان من شبرا كان يعني انت عارف الاتصالات زمان كان بقى التليفون الاسود ابو البتاع ده. ابعت لي بس تليفونات. طيب بعد ما لعبت اول مبلغ خدته من النادي الاهلي وانت في الناشئين كان كام؟ يعني انا تحت 16 سنه كابتن اولا المراحل 13 و14 دي كانت ب 10 ساغ. يعني التمرينه تخلصها تحت 13 سنه تروح تتغدى واخد بالك كابتن مصطفى حسين يبقى قاعد على الترابيزه واحنا داخلين قطره واحده بالمدرب بتاعنا ويونيفورم واحد طبعا كله لابس ما هو ده النادي الاهلي. واخد بالك كابتن مصطفى بنخش ونقعد والحاجه صوت خالص يا كابتن. الحاجه الجميله ان ينزل لك اكل تاكل ممدوح خفاجه يا كابتن مش عارفين ناكل بالشوكه والسكينه. صعبه قوي لسه صغيرين. كابتن ممدوح خفاجه كان يعدي علينا واحد يقول لك امسك الشوكه والسكينه بالراحه وبادب وبتاع بالراحه وازاي واو هو ده النادي الاهلي يعني. بعد ما نخلص يا كابتن مصطفى اللي عايز زياده اللي يطلب زياده يرفع ايده. انت عايز ايه؟ عايز رز زياده. انت عايز ايه؟ عايز لحمه زياده. بعد ما نخلص وينزل الحلو بقى اللي هو الكريم. طلبت انت لحمه زياده؟ طبعا يا كابتن ده كنت بعد كل تمرينه لازم تطلب حاجه زياده. لعبت اول مباراه. باك رايت. لا ولا ستوبر. لا خلاص ستوبر مساك. طيب كانت مع مين تفتكر؟ احنا بقى كابتن الناشئين وقتها بقى كانت اللي هي جمهوريه بقى. يعني احنا بتقابل بقى محافظات الاول محافظه القاهره ضد الجيزه مش عارف ايه الكلام ده. لا القاهره الاول. القاهره الاول. لعبت مع اول مباراه مع مين؟ يعني كانت السكه حديد وقتها وكانت السكه حديد من الفرق الثقيله يعني. الفرق وكاس كانوا بيضربوا ضرب. كلها مراحل سنيه وصعبه وقويه. واجسام كبيره جدا بيدر. سبحان الله. فكان اول مباراه كانت السكه حديد. السكه حديد. بعد المباراه ما خلصت الكابتن ممدوح خفاجه قال لك ايه؟ تفتكر؟ يعني بعد يحيى ما صعد كابتن مصطفى لعبت انا اساسي بقى. 14 سنه دي اساسي بعد سنتين. يعني هم يعني طلعوا يعني السنتين دول كنت بتلعب احتياطي شويه كده وشويه كده. احتياطي و14 اساسي لانهم طلعوا. ما اتضايقتش انت من جواك؟
ولا قلت لا لازم اشتغل على نفسي عشان ارجع اعمل ابقى ادي كده مليون مره؟ ودي دي الحاجات اللي اتعلمناها كابتن مصطفى، يعني اللي علمها لنا طبعا الكابتن ممدوح والكابتن مصطفى حسين، حته الصبر والمثابره دي، وحته ان انك انت لازم عندك طموح، ان حته انك انت ما تتكلمش على حته اللعب، هو هم اصحاب القرار الاول والاخير بالنسبه للاداره الفنيه، واحنا كلنا كنا ملتزمين بصراحه. طيب يعني هل وجودك في النادي الاهلي خدمك وانت في المدرسه؟ ادالك كده حاجه ان انا بلعب في النادي الاهلي، واداك كده ثقه في نفسك في النادي الاهلي، ولا انت كنت ايه في المدرسه؟ في المدرسه كابتن مصطفى في دوري المدارس، دوري المدارس بقى انت لعبت دوري المدارس؟ كان بيتعمل ايه بقى؟ في الفسحه بيتعمل في الفسحه اللي فيها تلت ساعه ربع ساعه دي، فكنا بنعمل دوري الفصول. دوري الفصول، فمدرسه التربيه الرياضيه في فرق بين دوري الفصول ودوري المدارس. بدات الاول بدوري الفصول يعني. انا عايز اقول لك ان انا اتعرفت في المدرسه ازاي بقى. انت في المدرسه اتعرفت انك كنت في النادي الاهلي ولا لسه؟ كنت لسه بقى، هم ما يعرفوش وانا في اعدادي ما يعرفوش. طيب فمدرسه التربيه الرياضيه مباراه مباراه عمالين يكسب، لفت نظره. الاول بيتلعب، انا طويل فاروح مزحلقها بدماغي اجيبها جول، اطلع مكان الفرويد الحارس يلعبها برجل ورجل، اروح مزحلقها تيجي جول. فمدرس التربيه الرياضيه قال لك الله ايه الحكايه. فبعد ما خدنا بطوله الفصول راح بعت لي الاوضه عنده، فرحت له الاوضه. فقال لي انت بتلعب في حته؟ قلت له انا بلعب في النادي الاهلي. قال لي طب يا ابني ما تقول، انا شايفك يعني. فقلت له يا كابتن ليه في حاجه يعني؟ قال لي لا انا لو انت ما بتلعبش في حته انا كنت هوديك مكان. واخد بالك؟ انا شايفك انك انت يعني عندك فكره. فقلت له انا في النادي الاهلي بقالي سنتين يعني. طب الصوره دي فاكرها يا ماهر؟ الصور دي هات كده من الاول لو سمحته. طبعا يا كابتن. ده سنه كام؟ انت بعد ما طلعت الدرجه الاولى؟ دي ممكن تكون يا كابتن يعني 80 81 دي. 80 81؟ افتكر يا كابتن دي منتخب مصر، ممكن واحنا واقفين في السلام الجمهوري في مباراه ال ممكن الدوليه. طيب وادي الصوره دي، ماهر همام وقدامك مصطفى يونس. ده بقى يعني ماتشات في الدوري العام يا كابتن مصطفى بعد نهايه المباراه. افتكر ان الكابتن مصطفى يونس ما كانش موجود في المباراه دي، هو كان احتياطي. لابس طب كمل لي بقى لما قال لك انت بتلعب في النادي الاهلي. طب اتعرفت بقى المدرسه. اتعرفت ان انا بقى بلعب في النادي الاهلي. تخش المدرسه تقلب الدنيا. طبعا والراجل يعني كان بيرحب بيا بشكل كبير جدا، وكنت بجيب الجواب بتاع النادي اللي هو المختوم عشان الصوره دي. دي بقى في افريقيا بقى كابتن مصطفى. نجوم الكبار ثابت وكابتن خطيب ومدحت رمضان اهو، وانا بعديه وانت ومحمود صالح ومدحت رمضان صالح و وطاهر ابو زيد قاعد اهوت على الجنب. مدحت رمضان حاشر نفسه في كل حاجه. بص في الصور. بعد ما قال لك عرفك في المدرسه والكلام ده كله، ايه المباراه اللي انت لعبتها في الاشبال وكانت مولد نجم ماهر همام عشان يبقى اتعرف بالنسبه للناس؟ هل كانت مباراة الاهلي والزمالك؟ انا كنت في مباراة الاهلي والزمالك يا كابتن مصطفى في الناشئين 16 سنة و18 سنة، مميز قوي. يعني ايه اللي كان مميزك؟ ان احنا وصلنا في النهائي 16 سنة احنا والزمالك، والمباراة اتلعبت في البلاستيك في شبرا. قال لك نبعدها خالص عن الجمهور وحاجة زي كده يعني. فأنا فاكر المباراة دي كان يكفينا الدرون، تعادل يدينا البطولة. فاحنا من عندنا كان في تورماي 21 العباسيه، فاكر الرقم يعني. يوديك نهايه شبرا وبعد كده تكمل على نادي البلاستيك. فاخويا حماده ده كان بيتابعني على طول. هو كان من ضمن الجمهور الاهلي اللي حاضرين بيلف حوالين مع الفرق والكلام ده، بيلف بيلف ورايا على طول. فعايز اقول لك كابتن مصطفى ان المباراه كلها كانت كور عاليه من الزمالك جوه ال 18، وانت شايف وانا طبعا ما صدقت بقى. يعني جولي على الحته اللي انا بتاعتك بحبها يعني. قعدت طول المباراه طخ 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 طخ، طلعت المباراه 0-0 وخدنا البطوله. وهو راجع بقى العب. استنى هو راجع ايه؟ كابتن مصطفى حسين قال لك ايه بعد المباراه دي؟ مش كان بيبقى موجود؟ قال لك ايه بعد المباراه دي؟ هو ما جاش المباراه دي، بس انا فاكر الكابتن سمير ابو السعود بعد المباراة دخل له الأوضة وقال له لما ماهر همام احنا كنا ممكن نخسر مباراة الزمالك دي أكتر من 2 أو أكتر من 3.
فكابتن مصطفى قال له خلاص هتعمل مكافاه اجاده للفرقه كلها، بس مار همام مكافاه خاصه بالنسبه له. وفعلا بقى جابني الاوضه وقال لي كابتن مصطفى حسين، كابتن سمير ابو سعود بعد كابتن ممدوح خفاجه بقى لما اتنقلت 16 سنه فقال لي يعني انت ليك مكافاه خاصه، كانت افتكر جنيه يا كابتن مصطفى. جنيه وقتها. عملت بيه ايه؟ ولا حاجه يعني، جنيه بقى حاجه يعني حاجة طبعا. كبيره. بقول لك ال10 ساغ كانت عامله شغل كبير قوي. الجنيه ده يعني حاجه كبيره يعني. طيب دي كانت المباراه اللي هي بدات تضعك في مصاف ان انت هتلعب الدرجه الاولى بالظبط. طيب ايه اللي حصل بعديها؟ بس قبل ما نتكلم، انت مين اصدقائك اللي كانوا حبايبك قوي وكنت الانتيم بتوعك في النادي الاهلي باستمرار؟ بص يا كابتن، احنا زمان كده لو تفتكر كان في مجموعه كابتن مصطفى عبده والخطيب وفتحي مبروك والمجموعه دي وطارق الشيخ ومحسن، وفي مجموعه كانت مختار وحمد جمعه بتاعت الاقاليم حمد جمعه ومختار ومحمد عامر ورمضان السيد ومار همام وجمال عبد الحميد مصطفى الكيلاني الله يرحمه والكيلاني انضم لينا.